بعناية وحرص تواصل عفاف الدريسية منذ سنوات تدريب النساء على قيادة سيارات في تعز. مهارتها في قيادة جميع أنواع المركبات منذ صغر حولتها إلى مصدر دخل تعول به أطفالها الخمسة بعد وفاة زوجها وإغلاق محلها لبيع المواد الغذائية بسبب الحرب. تضررت من الحرب بكل حاجة، كل مشاريعي تحطمت وتهدمت وقفلت. بعدين حولت سيارتي هذه الشخصي إلى تدريب سواقة، هي المشروع الوحيد لمصدر رزقي. يعني معي 5 أولاد وزوجي توفي، تمام، 3 بنات 2 عيال، يعني أولادي صغار. قمت بالمشروع والآن الحمد لله يعني على أسرة. تركز الدريسية في تعليمها على نزع مخاوف النساء على مدى أيام التدريب 7 الموزعة في 3 أماكن مختلفة، تبدأ بتطبيق العملي في باحة منزل مروراً بالطرقات الترابية وصولاً إلى الشوارع الرئيسية في المدينة، كما تقدم للمتدربات لمحة عن القطع الأساسية وكيفية إصلاحها، إضافة لمساعدتهن في الحصول على رخص القيادة. ما عنديش داعمين ولا حاجة، يعني دعمت من نفسي من درجة لدرجة، ما جا منهم واطلع درجة، يعني فبه الزبائن انه من انفسهم سمعة هاي تتدرب عندي تخرج تسوق وتقول لي هذه وهذه تقول لي هذه وهذه تقول لي هذه، يدرب اكثر من 7 8 باليوم الحمد لله. منح الدريسية الثقة للنساء في التواجد خلف مقود سيارتها الخاصة مثل الميزة التي زادت من إقبال الفتيات عليها رغم الخسائر المادية التي قد تتعرض لها. أمال الحسني واحدة منهن، باتت اليوم قادرة على قيادة مركبتها بعد أشهر من الخوف، حيث تقول عن تجربتها: الفيديوهات بالفيس لما تتابعي لما تشوفي انه شخص يسوق كيف البنت بتركن لورا كيف بترجع ريوس، انا ممكن اقدر افعل هذا الشيء؟ لا انا بصدم، لا انا مثلا 2 سريع جنبي بوقف السياره بالخط احاول بخليه يتجاوزني ببتقي الصف، يعني كنت بهذا الشكل. الان لا ابدا، الان امشي وافعل ريوس وارجع واركن واعمل وسوي طبيعي جدا. يعني بالاول والاخير احنا لما دخلنا بمخاوف، هي ما بداش تدرب تقول الان انا يلا قاهي دوره واسمها فلوس، لا أول شيء مسكت جانب الخوف مننا، شالت الخوف تماماً، أنت بتسوقي وأنت بتعملي، هذا اللي يركن أنا قلت بعرف شاركن، هذا أنا ركنت، طبيعي جداً. رغم الكثير من العقبات والصعوبات إلا أنها استطاعت تجاوزها، وهو ما تنصح به باقي الفتيات الراغبات في الدخول إلى سوق العمل. على خالد لبرنامج ديوان بلقيس تعز.